اهلا وسهلا، ازاي الصحه؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، انتوا عارفين وانا بتابع حتى دلوقتي العناوين مع زميلاتي، ببص عليها فلاقي انه الازمه بتاعت كورونا والازمه بتاعت اوكرانيا لازم تخليك تقعد تفكر كويس جدا في العنوان والمصطلح المهم والكبير الا وهو الجمهوريه الجديده. يعني ايه؟ يعني اولويات الجمهوريه الجديده، او وثيق لو صح تعبير، يعني وثيقة الجمهورية الجديدة. زمان كان زعيم جمال عبد الناصر كان عمل وثيقة مهمة جدا، الوثيقة دي وعرضها بالمناسبة، يعني الوثيقة دي كانت وثيقة العمل الوطني. لازم، وبالمناسبة فرنسا عملت كده بعد الثورة الفرنسية وجددت ده سنة 2021، يعني انه فكرة اولويات وإعادة ضبط مسألة الجمهورية في فرنسا، ده حصل في 2021. مش هقول لك بقى أيام الثورة الفرنسية في القرن ال18، خلي بالك احنا بنتكلم على فرنسا اللي اتطورت من الجمهورية الأولى للعصر الإمبراطوري للجمهورية الثانية للثالثة للرابعة للخامسة إلى آخره. طيب، وعندنا وثيقة يوليو الشهيرة وفلسفة الثورة بتاع الزعيم جمال عبد الناصر، ثم وثيقة العمل الوطني، ودي حاجة مهمة جدا. فبيخليني ده أقعد فعلا أفكر مع حضراتكم بصوت عالي على وثيقة الجمهورية الجديدة اللي يبقى فيها مسألة ترتيب الأولويات بتاعت الجمهورية الجديدة. إيه اللي يجي قبل إيه؟ كل واحد فينا من الوارد بالمناسبة إن هو يبقى عنده ترتيب أولوياته هو طبقا لرؤيته، مش هقولك أجندته الخاصة وشخصية، فكرة رؤيته. وبعتقد أنه ده برضو مهم جدا جدا جدا، أنه أنا أظن أنه الحوار الوطني اللي هتديره الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنا أعتقد أنه ده هنقدر نطلع منه بمخرجات مهمة جدا لأجل هذه الوثيقة، إن لم تكن هذه الوثيقة نفسها. يبقى في عندنا وثيقة لينا كلنا ولأجل التاريخ ولأجل الأجيال الجاية يبقوا عارفين يعني إيه جمهورية جديدة، إن إحنا نحط international definition، مفهوم قدام العالم كله، ماذا تعني الجمهورية الجديدة؟ في نقاط وأولويات وتعريفات ومضامين وما إلى ذلك. ومن هنا عجبني جدا بالمناسبة الانفوجراف الأخير اللي صدر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. ليه بقى؟ لأنه عنوانه كده، عنوانه متعلق بالجمهورية الجديدة، موازنة الجمهورية الجديدة. شوف المسألة عاملة إزاي. تعالوا أنا عايز بس أعرض عليكم الانفوجراف ده علشان تبدأ تشوف وتعرف، ودي حاجة مهمة جدا، وتشوف حقائق وأرقام ونسب. ده حقك بالمناسبة كمواطن إنك تبقى فاهم موازنة الجمهورية الجديدة بتعمل إيه في دعم الحماية الاجتماعية. طيب، موازنة الجمهورية الجديدة إزاي بتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات؟ ماشي، تعالوا كده نشوف الانفاقات. يعني انت خدت بالك، لو تاخد بالك الدستور في مجموعة من المواد المتعلقة بشكل وبنسب الانفاق وبزيادتها وما الى ذلك، حياة المواطن، الاستثمارات التنموية، الخ الخ الخ. تعال بص كده نشوف مع بقى. بس هي المسألة عايزة ايه؟ نصغرها بس سنة. العنوان زي ما حضراتكم شايفين، موازنة الجمهورية الجديدة، دعم نظم، هنصغر سنة كمان، دعم نظم الحماية الاجتماعية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية للخدمات. الموازنة هنا هي الأعلى انفاقا على كل من تحسين جودة، خد بالك من كلمة جودة، حياة المواطن والاستثمار التنموي. الفرق كبير جدا يا جماعة ما بين كلمة النمو والتنمية. فمرحلة من المراحل في هذا الوطن العظيم العزيز كان بيحصل نمو اقتصادي، ما اقدرش اقول لك لا، هبقى كذاب ومش منصف ومش عادل، بس كان دايما السؤال، هل النمو اللي اتحقق ده، يعني وصلنا في مراحل ان النمو كان 7.4 ودي نسبة عالية، كويس، ما هيش قليل على الاطلاق، كان ممكن نحقق اكتر من كده، بس مش دي القصة، نسبة عالية. السؤال بقى، هل انعكست على المواطن؟ لا، ما انعكستش.
طبعا ما انعكستش. طيب كويس خالص. ولما هي ما انعكستش ده معناه ايه؟ انه ما حصلش تنميه، المواطن مش شايف حاجه، مش حاسس بحاجه، بيصحى زي ما بينام، اللي بنصبح فيه بنبات فيه، هو هو. طيب كان النمو ده في الاخر خالص بيؤدي الى ايه؟ او بالاصح بيصب في مصلحه مين؟ بيصب في مصلحه مجموعه منهم طغمه بائسه من الفاسدين، ومنهم ناس ما اقدرش اوصفهم بالفساد، بس في النهايه كان بيصب هذا النمو في مصلحتهم المباشره جدا، الا وهو تضخم الثروه. طيب فلتتضخم الثروه اهلا وسهلا، بس لازم يبقى في تنميه، لازم يبقى المواطن حاسس. طيب تعال نشوف هنا ايه اللي حصل عندنا في ملامح موازنه العام المالي 22-23. الايرادات والمصروفات العامه، بص يا سيدي، في 21-22 1.3 تريليون جنيه. تريليون، والتريليون هو 1000 مليار، والمليار هو 1000 مليون، عشان تبقى حضرتك عارف. ده 21-22 زدنا قد ايه؟ بقينا 1.5 تريليون ايرادات ومصروفات عامه. طب نسبه الزياده في اجمالي الايرادات العامه، اجمالي الايرادات الزياده قد ايه؟ 15.4 من عشرة. يعني حصل زياده، وهو لما بيحصل زياده في الايراد ده معناه ايه؟ معناه ان في نمو. طيب تعال نشوف اجمالي المصروفات، كانت المصروفات العامه 1.8 من عشرة تريليون في الموازنه بتاعه 21-22. نيجي على 22-23 ده بيان مقدر، بقت 2.1 من عشرة، فهنا نسبه الزياده 16.7%. تعال نروح للاستهدافات او المستهدف، مستهدف المؤشرات الاقتصاديه خلال العام المالي 22-23، ده اللي هو هيبدا تقريبا بعد تقريبا شهر ونص هو ولا اقل كمان. تعال كده نشوف. طيب معدل النمو الاقتصادي، انا في 21-22 كنت 5.7%. طيب انا هقل في 22-23، هقل ليه؟ علشان انا وحش؟ انا الدوله وحشه؟ لا، ما هو لو انا مش شايف ان في حاجه اسمها حرب روسيا واوكرانيا، لو انا مش شايف على الاقل حتى يا اخي، ده لسه في العنوان اللي كان بيتكلم فيه او اللي بتكلم فيه اميمه ونهى، انت شايف 20 دولة تتعهد بمش عارف تأمين اوكرانيا، واشنطن مش عارف بتقول احنا مش هنوقف الدعم بتاع تسليح اوكرانيا، يعني العالم كله مستنفر، العالم اوروبا الغربيه بامريكا الشمال كله مستنفر، الكل يعاني، معدلات التضخم اللي خبطت كل اسقف التوقعات اللي كانت مش متخيله. حد يتخيل انه التضخم في انجلترا 9 من عشرة، ورئيس الوزراء نفسه بوريس جونسون يقول لك هو هيوصل 10%؟ حد كان يتخيل ده؟ طيب فهنا لما يبقى معدل النمو الاقتصادي 5.7 من عشرة، فنلاقي انه في 22-23 هيبقى 5.5%، في حين انه في دول حوالينا، مش هقول لك بعيد، حوالينا كويس، وعندها بنية صناعية اكبر من اللي عندنا، او كانت اكبر من اللي عندنا، وكان عندها معدلات نمو اعلى من اللي كانت عندنا، معدلات تضخم فيها وصلت ل70% يا راجل. وبالرغم من ذلك انه دول تعلن افلاسها، ودول تقول لك خلاص احنا مش هنقدر نوفي احتياجات المواطنين، ودول تيجي تقول لك احنا مش هنقدر نمد مظلات الحمايه الاجتماعيه اكتر من كده، انت في مصر بتتعهد بالمزيد من مد مظلات الحمايه الاجتماعيه، وكمان تحافظ على معدلات نمو باذن الله لن تقل عن 5.5 من عشرة. عايز اقول لك هي لو بقت 5 من عشرة 5% بس مفيش عندي ازمه، ده لو 4.5% ما عنديش أزمة، بتحقق نمو في أسوأ كارثة اقتصادية جت على العالم. طيب تعال نشوف الفائض الأولي، يعني نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، فائض أولي، خد بالك فائض. طيب في 21-22 عندنا النسبة 1.2 من عشرة في المية، هتزيد في 22-23 هتبقى 1.5%، يعني الفائض الأولي يزيد. طيب هل ده معناه إن العجز يقل؟ آه طبعا. بص بقى هنا، كان ست أو في العام المالي اللي بيخلص ده 6.2 من عشرة، هينزل إيه؟ هتقولي نازل 0.1%، لك بس نازل
عارف انت الناس اللي هي مش عاجبها العجب والله العظيم. طيب دين اجهزه الموازنه العامه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي 85%، هينزل في 22 23 ل 84%. بالمناسبه لو ما كانش في حرب كان هيبقى 81%، مش بتاعتنا احنا. الحمد لله لا حاربنا حد ولا عادينا حد، ولا احنا عندنا حربنا على الارهاب والسلام عليكم. احنا ما عملناش حاجه وحشه في الاقتصاد، ما تقاعصناش، مش قعدنا بنتفرج وما اشتغلناش، احنا اشتغلنا بدليل ان انا بحقق نمو، بدليل ان انا بقلل العجز، بدليل انه حتى في ظل ازمه ماليه وحرب كبرى بتعصف باقتصاديات العالم، فانا بعمل بقلل النسبة بتاعت او النسبة بتاعت دين الأجهزة او أجهزة الموازنة العامة من 85 ل 84. طب متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة 3.5 سنة، هيبقى 3.6 زيادة طفيفة جدا. تعال نروح للي بعد، هم كلهم 6 صفحات كده، هناخدهم في السريع ان شاء الله، اتمنى بس ان انا اشرحهم لحضراتكم كويس. صفحة 2 او اللوحة الثانية، احنا لسه بنتكلم في ان الموازنه هي الاعلى انفاقا على كل من تحسين جوده حياه المواطن والاستثمار التنموي اللي بينعكس تاني على سيادتك. ازاي بنستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحه كما نص عليها الدستور، التعليم قبل الجامعي كما نص عليه الدستور، التعليم العالي الا وهو التعليم الجامعي، البحث العلمي اللي هو ما بعد بقى الجامعه الماجستير والدكتوراه والابحاث المختلفه في موازنه 22 23. الصحه كانت في 21.275 او يعني 21.22 يعني 275.6 بقينا 310 او ان شاء الله هنبقى 310. طب نسبه زياده مخصصات الصحه، انا بحقق زيادات اهو في المخصص يعني عمال بضخ، تبقى قد ايه؟ 12.5%. الأدوية تحديدا نسبة الزيادة فيها 6.6%، لأن أنا كنت بصرف 13.7 مليار جنيه، بقوا 14.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 6.6. طيب دعم برامج التأمين الصحي، وانا هقولها لك اللي قلته لك تقريبا 3 4 مرات قبل كده على فترات قد تكون متباعدة او متناثرة. زمان اوباما كان عشان ينجح في الانتخابات، باراك اوباما، فقدم في برنامجه الانتخابي انه هيعمل تأمين صحي تحت مسمى اوباما كير. تعداد الولايات المتحدة الامريكية تقريبا 300 مليون مواطن. تخيل اوباما كير كان بيستهدف بقى انه هيضم للتأمين الصحي كام كده؟ قول لي انت، يعني امريكا اكبر اقتصاد في العالم، العملة الأولى على المستوى الدولي في التداول الاقتصادي، أمريكا، رئيس مجلس إدارة العالم، قال لك إن شاء الله هندخل 50 مليون مواطن من 300 مليون مواطن. السدس يعني احنا بنتكلم في إيه؟ 16% حاجة زي كده. طيب أنت هنا بتشتغل على برنامج تأمين صحي علشان يشمل 110 مليون مواطن، الرضع والأطفال والمراهقين والشباب والرجال والكهول والشيوخ إلى آخره. طيب أنا في 21-22 كنت بصرف 1.2 مليار جنيه، في 22-23 إن شاء الله هصرف 1.8 مليار. طب أنا كده بزود في التأمين الصحي قد إيه؟ 50%. تعال نشوف التعليم. التعليم قبل الجامعة لحد نهاية المراحل الثانوية كنت بصرف 256 مليار مستهدف 317 مليار في العام المالي اللي جاي. طب نسبة الزيادة 23.8 زيادة، يعني مفيش حاجة ثابتة ولا في حاجة قلت، كل ده وانا في أزمة اقتصادية عالمية تاني. ماشي. طيب التعليم العالي كان 132 مليار هيبقى 159.2، نسبة زيادته قد ايه؟ تقريبا الخمس، 20.5%. طيب زيادة مخصصات البحث، ما كل دي منصوص عليها في الدستور ان احنا لازم نزود. تعال نشوف 23.7 نسبة الزيادة من 64 ل 79.3. عمال هات لي هنا زيادة
او هات لي هنا بالتحديد حاجه ثابته في معدل الانفاق، هات لي هنا لا قدر الله حاجه قلت في معدل الانفاق. العكس صحيح، الكل زياده، الكل زياده. تعال نشوف اللي بعده. حزمه من الاجراءات الماليه والحمايه الاجتماعيه بزياده الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية. أنا أتذكر جدا الإخوان وأشباههم وبعض الناس اللي أنا بستغرب بتتبنى كلامهم. إيه الحق؟ السيسي هيلغي الدعم، هيتخلى عن المواطن. طيب هي حصلت إمتى من 2014 لحد هذه اللحظة؟ مش هقعد بقى اكلمك على البرامج المختلفه جوه وزاره التضامن الاجتماعي زي تكافل وكرامه اللي عمال بيزيد، بالمناسبه بيزيد مش بس في المبلغ اللي بيصرف للاسره، لا ده احنا بيزيد كمان في عدد الاسر اللي بتضم لهذا البرنامج وغيره، دي اسمها برامج الحمايه الاجتماعيه. تعال نشوف كده نسبه الزياده في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه. النسبه مش بس الرقم 14.3%، كنا 311.5 مليار، ان شاء الله 356 مليار جنيه. لو بتسالني اقول لك اتمنى ان انا اشوف في يوم من الايام مفيش حاجه اسمها دعم خالص. تيجي تقول لي ازاي يوسف انت مفتري انت ظالم انت ايه، اقول لك لا ده انا نفسي ما يبقاش في دعم عشان ما يبقاش في مواطن اصلا محتاج الدعم. ده حلم حياتي من وانا قد كده بجد والله العظيم ما هزار. امال انا بلشفت ليه؟ عشان نفسي ما اشوفش فقر في مصر، امل حياه اهلي، وده حرفيا امل حياه اهلي، يعني انا وابويا وامي واخواتي نفسنا ما نشوفش فقر في البلد، امل حياتنا. فلما تيجي تقول انه انا طول الوقت قاعد عمال ايدي بايد المواطن، ايدي في ايده، انا حاسس بمعاناته، فمد مظله الحمايه الاجتماعيه، فبدل 311.5 هخليها 356 مليار، فتبقى نسبه الزياده 14.3%. تعال نشوف مخصصات ماليه لدعم السلع التموينيه ورغيف الخبز. هيلغي بطاقه التموين، هيلغي العيش المدعم، 90 مليار جنيه. البتاعه دي بالنسبه لي مزعجه، لازم ايلون ماسك يخترع لنا حاجه ما نحتاجش بيها البتاعه دي. المهم 90 مليار جنيه. تعال نشوف مخصصات تمويل برنامج تكافل وكرامه اللي لسه كنت بقول لحضرتك عليه لتقديم الدعم النقدي الشهري لكام بقى؟ 4 مليون اسره. هتتضمن ال 4 مليون اسره دول 450 الف اسره جديده في البرنامج. لو انا قلت المتوسط العادي للاسره المصريه قد ايه؟ 4 صح؟ اب وام عيلين، متوسط عادي يعني مش الزياده. طب ممكن تضرب 4 في 4 يعني 16 مليون مواطن مشمولين تقريبا مشمولين في برنامج تكافل وكرامة بكام؟ ب 22 مليار جنيه. دول ما لهمش علاقة بال 90 مليار اللي فوق بتوع السلع التموينية والخبز، ده حاجة ودي حاجة. طيب 2 مليار جنيه تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، 6 مليار جنيه علشان نستمر في دعم تنشيط الصادرات المصرية وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين. أنا بحاول أخفف عن المنتج المصنع المصدر ده قدر الإمكان علشان خاطر يقدر ينتج ويصدر وأقلل الأعباء اللي عليه، فيزود من حجم إنتاجه، يزود من حجم صادراته، يدخل لي عائدات وإيرادات أكتر. برنامج توصيل الغاز للمنازل، واللي بيستهدف توصيل الغاز لواحد واتنين مليون أسرة، يعني 1.2 مليون أسرة، تكلفته قد إيه؟ 3.5 مليار. طيب الدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي بيستهدف دعم كام بني آدم؟ 120 ألف وحدة سكنية مدعومة. الدعم النقدي ده تكلفته قد ايه؟ والدعم النقدي ودعم المرافق كام؟ 7.8 مليار. دي مظله حمايه اجتماعيه بتروح لمين؟ بتروح لاهالينا، بس اهالينا اللي يستحقوا الدعم. قديمه بقى كان ايه؟ كله على كله، ولما تبقى تشوفه بقى قول له مش ده المهم، ياخدها الغني، ياخدها اللي مش محتاج، مش مشكله، مش الحكايه مظبوطه وبنقسم مع بعض جينا. المهم اللي بعده،
الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الأزمة. خدتوا بالكوا؟ فاكرين لما قلنا إنه الزيادات بتاعة الرواتب والمعاشات، خد بالك، اللي المفترض إنها تبقى في العام المالي الجديد، قدمناها بدل ما نستنى لشهر 7 فخليناها إبريل. يعني في 3 شهور الموازنة الدولة اتحملتهم، بدل ما تستنى للعام المالي الجديد قالت لك لا هبدأ من بدري 3 أشهر، يعني زيادة في المبلغ. طيب 12% نسبة زيادة الأجور وتعويضات العاملين، كنا 357.1 مليار بقينا 400 مليار جنيه في العام المالي الجديد إن شاء الله. في أكتر من 3.6 مليار هم تكلفة تعيين 30,000 مدرس مساعد و 30,000 طبيب وصيدلي. تيجي تقول الأطباء يوسف وبياخدوا بعضهم وبيسافروا، صح. ولو عاوزني أقول لك شوية أرقام ممكن أقول لك أرقام الدنيا والآخرة، وكله موجود بالمناسبة لو أنت عاوز تعرف، يعني مسألة سهلة مش محتاجة منك أكتر مجهود دقيقتين ثلاثة يعني كده وأنت قاعد على الإنترنت، بدل ما تخش على الفيسبوك خش على الحاجات اللي تفيدك. مهم مش هنظر عليك يعني. طيب هو احنا كلنا مش نفسنا ان اطبائنا يبقوا موجودين عندنا؟ اه. طب عشان يفضلوا موجودين عندنا مش لازم يقبضوا كويس؟ طبعا القطاع الصحي كله. طيب هل احنا مش عايزين نقبض؟ احنا الدوله كلنا، ما انا وانت بالمناسبه شركاء في هذه الدوله، عشان بس برضه تبقى فاهم كويس، اكيد عايزين بس احنا بنحاول. لكن هل الامور هتتغير ما بين عشيه وضحاها؟ استحاله. اللي حاصل عندنا 3.6 مليار عشان أعرف عين 30,000 مدرس مساعد و 30,000 طبيب وصيدلي. يبقى أنا بتحرك في الإطار ده، بتحرك في الاتجاه ده. تعال نشوف، في 15% من الأجر الأساسي علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. الحد الأدنى خد بالك 100 جنيه، ده بعد زيادتها من 13%، يعني كانت 13 بقت 15. فأول إبريل اللي كنت لسه بقوله لك تطبيق زيادة المرتبات بدل أول يوليو، التكلفة كانت قد إيه؟ 8 مليار. 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد زيادتها من 7% فرفعناها 8%. هتقول لي بس كده؟ أقول لك والله العظيم عارف، هو لو هنقدر، لو مفيش أزمة اقتصادية، لو مفيش كورونا كان قبلها، ما هو يا جماعة احنا ماشيين كنا زي الفل، هوب جت الكورونا خبطة يا دوب بنرفع راسنا الحق الحرب. طيب 190 مليار و6 من عشر، يعني 190 مليار و600 مليون جنيه تم تخصيصهم للهيئة القومية ايه؟ التأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، حدها الأدنى 120 جنيه من أول إبريل لو حضراتكم تتذكروا، بدلا من أول يوليو. 18 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من أول إبريل بدلا من يوليو برضو. 18 مليار اللي بعده، 'عايزين نزود الاستثمارات عشان نعرف نتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. عايزين، طب هنعمل إيه؟ تعال نشوف. في 21-22 كانت الاستثمارات الحكومية لتحسين الخدمات اللي بتقدم للمواطن وعشان أعرف أخلق فرص عمل كانت 343 مليار و 400 مليون. قلنا لازم نزود، فزادوا بقوا 376 مليار و 400 مليون، الزيادة نسبتها 9.6 علشان أعرف أحسن لك الخدمات اللي بتقدم للمواطن ده على سبيل المثال الحصر، وأخلق فرص عمل قدر الإمكان. طيب تعال نشوف البنود بتاعت هيكل الاستثمار أو أبرزها تحديدا. بص البنود، وده برضه في إطار أنك تبقى شايف كل حاجة بالبند، يعني من أبرزها الشؤون الاقتصادية تقريبا 75 مليار، الإسكان والمرافق المجتمعية تقريبا 65 مليار، لأن أنا يعني عملت بس عملية تقريبية بحتة متعلقة ب 2.1%. قطاع التعليم هشيل لك 2.1 يا عم تبقى 45 مليار. قطاع الصحة 34 مليار.
الشباب والثقافة والشؤون الدينية 7.5 مليار. في 3.8 مليار جنيه بتوع ايه؟ في الضريبة العقارية بالقانون لازم تسدد، مفيش حاجة اسمها اعفاء. طيب انا عاوز اشجع الصناعة فاعمل ايه؟ ما اقدرش اعفي القطاع الصناعي من الضريبة العقارية، ما اقدرش بالقانون، ما اقدرش. تخيل بقى الدولة ما اقدرش، ليه؟ عشان دي دولة قانون مش دولة هزار. ما اقدرش. يقوم ايه اللي يجرى؟ ان الحكومة هي اللي تدفع الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي، لازم تتسدد. طب القطاع الصناعي أنا عايز أشجعه فعايز أقلل الأعباء اللي عليه، طب أنا هشيل من عليك الضريبة العقارية، ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى لازم حد يسددها. مين اللي يسددها؟ الدولة. 3.8 مليار جنيه لمدة 3 سنين عشان تعرف تدعم الصناعة وتشجع الإنتاج. تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار علشان نعرف نشجع الاستثمار المؤسسي، الانفستمنت فاندز، للناس يعني اللي شوية متخصصة أو اللي فاهمة القصة. الأعباء المالية اللي ناتجة عن خفض سعر الكهرباء للنشاط الصناعي، نخفض سعر الكهرباء للمستثمر، القصة هنا مش إنه مستثمر، قصة هنا إنه ده راجل بيصنع بينتج، يعني بيشغل ناس، فأنا عايزه يستمر في تشغيل الناس وعايزه يشغل ناس أكتر وعايزه ينتج أكتر، فروح مخفض له شوية في الكهرباء. طيب وبعدين؟ يعني ده معناها إن أنا مش هحاسبه؟ لا، هو لازم حد يدفع زي الضريبة العقارية. مين اللي هيدفع؟ برضو الدولة، فتدفع 5 مليار جنيه سنويا. يعني الفلوس اللي كانت هتخش هي هتخش، بس بشيلها من على المصنع ده وانا الدولة اللي اشيل. ماشي. ابرز الاجراءات اللي اتخذتها الدولة في اطار الازمة لتشجيع الاستثمار، زي ما كنا بنقول اعفاء صناديق الاستثمار والاوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، ده واحد. 50% من الاستثمارات الحكومية وجهت لمشروع، او توجه كمان يعني موجهت ويستمر التوجيه لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات. جدير بالذكر ان حضرتك انت مصر دولتك وطنك العظيم هيستضيف قمة المناخ بإذن الله في نوفمبر القادم. تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، يعني لحد نهاية عام 2022. اللوحة الأخيرة، حلوة كلمة اللوحة دي، أنا جبتها منين؟ الموازنة هي الأعلى إنفاقا زي ما كنت بقولك تاني على كل من تحسين جودة حياة المواطن زي ما حضرتك سمعت من شوية، والاستثمارات التنموية. طيب الناس بتاعت بلاد برة شايفة إيه؟ يعني طب يا عم يوسف احنا خدنا بالنا ان الخمس لوحات اللي فاتوا دول على رأيك في كلمة لوحة مكتوب تحت كده المصدر وزارة المالية وزارة المالية وزارة المالية. لا يا عم، أنا عايز أعرف الناس بتاعت بلاد برة بتقول إيه. حاضر. صندوق النقد الدولي بيقول نرحب بالإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف لإيه؟ للإنفاق على الحماية الاجتماعية، واحد، زيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية، تشكيل حاجز مالي قوي، ده كلام الصندوق، خلال حالة الاضطراب وعدم اليقين العالمية الحالية، عدم يقين لدى كل دول العالم، مفيش يقين من شيء. مؤسسة فيتش الشهيرة بتقول من المتوقع أن تستمر مصر في خفض العجز الكلي، هم شايفين أن احنا إن شاء الله قادرين على خفض العجز الكلي في الموازنة خلال السنوات المقبلة مع تقلص تكاليف خدمة الدين، عشان الناس بتتكلم على الدين، عندي دين؟ عندي دين، قد ايه؟ 85%. عم يوسف انت كنت بتقول هيبقى 81، كان هيبقى والله لولا الحرب، يعني مش في ايدي انا اعمل ايه؟ مش في ايدي يوسف، في ايد الدولة كلها على بعضها، الدولة دي تاني مين؟ هي انا وانت وغيرنا. ما هو انا وانت شركاء مش احنا بنشتغل ولا احنا بنتفرج يعني على بعض وخلاص. يبقى بيحصل ده تبقى اللي فيتش، بيحصل تقليص لتكاليف خدمة الدين وضبط سياسات الإنفاق. تعال نشوف البنك الدولي بيقول إيه. مصر عملت مجموعة من الإجراءات أو عدة إجراءات نصا كده نقدية
ومالية استجابة للمستجدات العالمية اللي بيحصل ده، وأعلنت تطبيق حزم مالية في موازنة 2023 اللي كنا بنتكلم عنها للتخفيف من تأثيرات الأزمة من خلال رفع الأجور والمعاشات. ستاندرد أند بورز بتقول نرى آفاق نمو، وما حطتش نقطة، قوية نسبيا على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما ندرك بأن موازنة مصر 22-23 ستلتزم بتحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 1.6% مع نية العودة لتحقيق نسبة 2% بمجرد في الفائض، يعني بمجرد تلاشي آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد. الإيكونومست اللي دايما أقول لك دي أكبر مجلة اقتصادية في العالم بتقول إيه؟ تهدف مصر من خلال موازنتها الجديدة لـ 2023 زيادة الإنفاق التحفيزي بالإضافة لاستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة. الكل بيتكلم على الفائض الأولي وزيادته. طيب المنسق المقيم للأمم المتحدة إلينا بانوفا بتقول الآتي، أدخلت مصر بصورة عاجلة سلسلة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، بما في ذلك تخصيص حزم مالية إضافية في ميزانيتها الوطنية لتغطية 450 ألف أسرة جديدة في إطار برامج شبكة الأمان الاجتماعي. طبعا هنا المقصود إيه؟ تكافل وكرامة. طيب هنا إحنا بنعرض الإنفوجراف ده اللي صدر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشكورا على الإنفوجراف الرائع. طب ما تيجي ناخد كمان رأي خبير اقتصادي كبير زي دكتور مصطفى بدرة. أهلا بيك يا دكتور مصطفى. أنت الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله، ربنا يخليك. يا رب دايما يا رب. دكتور مصطفى، رؤيتك إيه للي إحنا كنا لسه بنتكلم فيه، وتحديدا حزمة الإجراءات في موازنة 2023؟ شوف يا فندم، أنا مش هكرر الكلام اللي حضرتك ذكرته، الكلام كله جميل والأرقام كبيرة، بس خلينا نقول لجمهورنا الناس العادية اللي بتشوفنا اللي مش متخصصين في الاقتصاد أرجوك، ودول دايما اللي أنا بستهدفهم طبعا، لأن كل الاقتصاديين ده ليه وجهة نظر تحترم وده ليه وجهة نظر، لكن عايز أقول لك بقى الكلام اللي هو يوصل لقلوب وعقول الناس. حلو. أولا الموازنة دي يا فندم بالضبط كده استثمارية توسعية. يعني ايه؟ مش انكماشية، يعني في ظل الظروف اللي في العالم دي فيها زي ما حضرتك تفضلت، احنا خرجنا من جائحة كورونا ثم سلاسل الامداد فيها تأثير، ثم طبعا الحرب الروسية الأوكرانية الأمريكية اللي انت بتشوفها على الساحة دلوقتي، رغم كده مصر يا فندم بمجهودها والعمل اللي فيها ما عملتش موازنة انكماشية، يعني ما قللتش الفلوس اللي بتصرفها داخل الدولة. حلو. عملت ايه؟ عملت موازنة استثمارية توسعية. يعني ايه الكلام ده بمنتهى البساطة؟ يعني كان بيجي لها ايرادات يا فندم تقريبا السنة ان شاء الله اللي هتنتهي في 30/6، ده احنا بنتكلم بقى السنة بتاعت الدولة اللي هي 21-22. ايوه. كانت عندها ايرادات بتجيبها 1.3 تريليون. الدولة في الموازنة الجديدة ان شاء الله اللي هتبتدي 1/7 الجاي ده هتخليهم 1.5. صح. يعني في زيادة 15%. جميل. 1.5 تريليون جنيه. طب قالت لك والمصروفات؟ قالت لك لا مش هنكمش، يعني الحماية المجتمعية هتفضل زي ما هي، التوسع في الاستثمارات هتفضل زي ما هي، الاستحقاقات الدستورية اللي الدستور ألزم بها الدولة زي الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي يا فندم. أيوة. دول التزام على الحكومة هتنفذه. مظبوط. طب إجمالي المصروفات قد إيه تقريبا؟ الدولة هتصرف قد إيه؟ هتصرف تقريبا يا فندم في العام الجديد ده 2.1 تريليون. يعني بالزيادة قد إيه؟ بالزيادة 17%. يبقى دي يا فندم اسمها موازنة توسعية، الدولة بتحافظ إن يفضل في معدل نمو، في تنمية، في مشروعات علشان الناس تشتغل، علشان يبقى في زياده في دخل الاسر، وابتدي كمان ان احنا النهارده نلحق بقى بتعيين المدرسين، نزود في المستشفيات والصحه، ازاي نحسن قدرتنا في التعليم علشان البلد ما توقفش يا استاذ يوسف. صح. علشان البلد تفضل شغاله وتنتج.
ده مجهود وشغل بتقوم بيه الدولة. حضرتك مشكورا لسه بتقول دلوقتي في عندنا الحوار للجمهورية الجديدة إن شاء الله. أرجو من حضرتك أمرين، واحد ده يبقى في الإطار الدستوري، يعني إذا كان حضرتك طبعا وحضرتك أكيد هتبقى ممثل المصريين في هذا الحوار، يا رب يبقى في إطار للحوار ده في إطار الدستور عشان ما نتخرجش عنه. الأمر الثاني يا فندم الإطار الاقتصادي. يعني إيه الإطار الاقتصادي؟ يعني لو الناس النهارده هتتكلم ما يبقاش حد يجي يقول لك خلي بالك أنا عايز أخرج من المشروعات دي أوقف المشروعات دي، لأن تداعيات هذه الأمور يا فندم فيها على طول زيادة في البطالة. طبعًا. فيها على طول إيقاف لمعدلات النمو. صح. فيها على طول إيقاف للمشروعات اللي الدولة يا فندم بتجاهد علشان تجذب استثمارات تقدر تجيبها من الخارج في ظل التداعيات اللي حضرتك بتشوفها من العام. طبعًا. طبعًا. ده النسق العام للموازنة يا فندم وللتوصية اللي نحن بنتكلم فيها. اتفضل يا فندم. طيب دكتور مصطفى، إذًا ترى إنه هذه المؤشرات من خلال هذه الموازنة إيجابًا أم سلباً؟ حكيمة أم متسرعة أو متهورة؟ بتشوفها إزاي؟ خلي بال حضرتك الموازنة دي إيجابية وبتبني على ما هو سابق، يعني حلو. الموازنة اللي هي السابقة ثم السابقة اللي قبلها، علشان كده الدولة بتحافظ على ما بني، عارف الأساس، بتحافظ على الأساس والأعمدة الخرسانية للأوجه الاستثمارية اللي وضعتها. جميل. وبتبني عليها زيادة، ودي موازنة تقديرية لسه. يعني ايه تقديرية؟ يعني ممكن الإيرادات دي تزيد، وارد طبعا، يمكن يا رب طبعا يقبل مننا والحروب في العالم تنتهي وتبتدي تحسن الأمور الاقتصادية فالإيرادات تزيد ان شاء الله، او ان النهارده يجي لنا عندنا استثمارات بدل ما احنا بنستهدف مثلا يا فندم احنا بنستهدف استثمارات داخلية 377 مليار، انا بقرب الرقم يعني بزيادة 10% عن السنة اللي فاتت. كويس. يمكن يا فندم نعرف نجيب استثمارات زي ما دولة رئيس الوزراء وعد، هنبيع 10 شركات وهنزود الاستثمارات في الوثيقة الملكية، فيبقى عندنا الاستثمارات دي تزيد النهاردة من 377 توصل ل 500. كل ده خير للبلد. هل النهاردة بنتكلم على الموازنة دي؟ طبعا تفاؤلية، يا ريت نعرف نحقق هذه الأرقام بأزيد، لان ده فندم اسمها موازنه تقديريه، يعني احنا مقدرين ان احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا، ده بنسميها في الفتره الزمنيه الاطار يعني بتاع الخطه الاقتصاديه. ايوه مظبوط. وحضرتك هتشوف في الموازنه دي النهارده ان في نقطه في غايه الاهميه، وهي رغم التداعيات الاقتصاديه والازمه العالميه ومش عارف، لكن الالتزام بالحمايه الاجتماعيه أيوة. والدعم للاسر بيزيد ما بيقلش. صح، واخد بال حضرتك، بيزيد ما بيقلش، رغم ان طبعا احنا زودناه في 1.4، لكن الدوله قالت لا لسه كمان عندنا في الموازنه الجديده وهننتهج نفس النهج. مظبوط 100%، مظبوط 100%. نقطه اخيره بعد اذن حضرتك، اتفضل يا فندم. مش ملاحظ ان في اسعار يا فندم زي الحديد والاسمنت والحاجات دي ابتدت تنخفض شويه؟ مظبوط. طب انخفاضها ده مش طبعا هو جاي من اثاره من الخارج، ان طبعا في حاجه اسمها خام البليت طبعا للحديد ابتدى يقل في العالم، فابتدت الاسعار. هنا ده عباره عن ايه يا فندم؟ المرونه في الاوضاع الاقتصاديه. طبعا في مجهود بيشتغلوه المستثمرين ورجال الاعمال والحكومه والاجهزه التنفيذيه، انا بقول بقى حقيقه الاسعار تبقى ايه؟ يكون ليها انعكاس على الوحدات السكنيه وطبعا الاستثمارات في هذه الامور، فان شاء الله البوادر ان شاء الله طيبه. باذن الله باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور مصطفى، كل الشكر لخبيرنا الاقتصادي الكبير دكتور مصطفى بدرة. بصوا يا جماعه، أسهل حاجة بتعملها دول كتير، وبالمناسبة حتى من غير ما هسمي يعني دول من أكبر دول أوروبا تحديدا غرب أوروبا أو الاتحاد الأوروبي ودول زي أمريكا وغيره، فمسألة الحماية الاجتماعية قال لك وقف، أنا مش هزود عن كده، يعني اللي كان بيعمل حاجة مش ناوي يزودها. إحنا قلنا لأ، إحنا مكملين زيادة، بدليل إن إحنا بنتكلم على 450 ألف أسرة هيتم ضمهم، 450 ألف أسرة هيتم ضمهم لبرنامج تكافل وكرامة، فأنا مكمل مش زي ما أنا، ده أنا بزود الحماية الاجتماعية بتاعتي، في حين إن دول قالت لك خلاص أنا مش هكمل أكتر من كده، اللي موجود هو ده تعامله في إطاره، محدش يتكلم معايا تاني، ده مثلا. على سبيل مثال آخر كان ممكن جدا تنكمش زي ما قال دكتور مصطفى بدر، وده بيحصل بالمناسبة عندك انت، قلت لا
ده انا هعين ناس في قطاعات محدده زي المدرسين المساعدين زي الاطباء زي الصيادله، ده على سبيل المثال لا الحصر. شوف لو انت بجد بجد عايز تعرف قيمه اللي بيحصل، انا كل اللي طالبه منك ربع ساعه قرايه، ربع ساعه والله ما ازيد. عايزك تشوف لي كده وضع انجلترا، انجلترا اقتصاديا ايه، اقرا اكتب كده حتى على جوجل الاوضاع الاقتصاديه بالمملكه المتحده، اقرا لك فيها خمس ست دقائق سبع دقائق، الاوضاع الاقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه خمس دقائق، الاوضاع الاقتصاديه في فرنسا، الاوضاع الاقتصاديه في المانيا، خمس دقائق هنا على خمس دقائق من هناك، ما بقوش ربع ساعه، تلت ساعه. اقرا هم شايفين اوضاعهم الاقتصاديه ازاي وقارن ده باللي عندك هنا، ماشي؟ وهنكمل الكلام ومستعد نتناقش ونتكلم، اهلا وسهلا، بس نقرا كويس ويبقى في عندنا معلومات متكامله كده ينفع نتناقش، لكن هناخد الموضوع جهجهوني ما بقتش مناقشه، دي صفصطه ملهاش معنى. الاوضاع الاقتصاديه وحشه جدا، يعني ايه؟ وبالمناسبة برضو مسألة انه يا جماعة تعالوا نوقف المشروعات القومية، هنوقف مشروعات قومية بمليارات، فالناس اللي بتشتغل فيها دي ملايين اقعدهم في البيت يعني، ووقف مصانع يعني، مش كده المسألة، مش كده يعني، اقتصاديات الدول لا تدار بهذا الشكل خالص خالص. المشروعات القومية دي ما هيش كشاك، احنا مش فاتحين ورشة خراطة، احنا بنتكلم فيها تلات عمال فهنرضيهم ومن وقت للتاني هنبقى نميل عليهم بشنطة رمضان، لا دول ملايين بيشتغلوا. فاصل ونكمل الكلام. معلش في حته ما قلتهاش وانا واقف هنا اهو بقى. تخيل اولا بالمناسبه زميلي العزيز احمد اشرف ده زميل وصديق واخ يعني، ده بجد مش هزار، فقال ايه اما سامحني ان انا خليتك وقفت كتير، لانه قال لي خليك واقف، فانا كنت بقول له طب ما تخليها على القعده يا اشرف، انا عجزت ما بقتش اقدر اقف كتير ورجلي الشمال بتوجعني جدا وكده، فقال لي والله بتبقى احلى وانت، قلت له والنبي ما انا مرجع لك كلمه، فبيبعت لي في الاي بي سي يقول لي ما تزعلش مني ان انا وقفتك يجي 40 دقيقه باطلاق. الحته بقى اللي انا ما كملتهاش في وقفه ال 40 دي، اما 40 بجد اشوفها خرب عقلك، لا ده انا كده هزعل. ايه هي؟ شوف الناس اللي بتشتغل لما نيجي نقول لهم احنا هنوقف المشروعات، هم مش قعدوا في البيت ودمتم، لا ده المساله اكبر من كده، بس عشان تبقى فاهم انا بقول الكلام ده للمواطن يعني عشان يبقى فاهم القصه، بدل ما ايه الاقي ناس قاعده عماله تكتب على فيسبوك ولا على تويتر ولا يعملوا فيديوهات على تيك توك ما نوقف المشروعات القوميه، واحد طبعا يعني عادة بيبقى في ناس تافهة تصور لك ملهاش لازمة، ملهاش، عايز تقول لي حياة كريمة ده ملوش لازمة؟ 60 مليون مواطن بالنسبة لك ملهمش لازمة؟ ازاي يعني؟ طيب ما تقصدش حياة كريمة؟ تقصد حاجات تانية؟ ده أنا بتكلم في ناس بتطلع على تيك توك والله تعمل بلاوي يعني. المهم الناس لما تقعد في البيت السؤال هو بيقبض؟ لا ما بيقبضش، ما هو ما بيشتغلش. طيب ما بيقبضش ده معناه ايه؟ ما بيصرفش. طب ما بيصرفش معناه ايه؟ يعني بضاعه راكده، راكده ما بتتباعش، ما بتتباعش يعني منتجها يبدا يقلل الانتاج، يقلل الانتاج واحده واحده ممكن هو كمان يفلس، فيبقى المصنع واقف فيمشي العمال اللي عنده وهكذا. المساله سلسله، دي اسمها دوره راس المال. ابوس ايديكوا قبل ما نطلع نقول الحاجه نعرف وزنها ايه. انا مش العالم ببواطن الامور خالص خالص والله اطلاقا، اقل واحد في حضراتكم جميعا في المية وعشرة مليون مواطن. ان كان فيا ميزة عدلة هي ان انا خريج اقتصاد، بتوع اقتصاد دول بيبقوا منطقيين، المسألة حسبة منطق، عشان كده انا شرحتها لك بالراحة. فلان قعد في البيت ما قبضش ما صرفش ما اشتراش،
الحاجة اللي ما بيشترياش بعد شوية تبقى راكدة على الأرفف، بعد شوية تبقى مرتجع، يرجع للمصنع، مصنع يقول لك قلل الإنتاج، بعد ما نقلل الإنتاج طب أقلل ساعة عمل، أقلل ساعة عمل يا عم مشي عمال، مشيت العمال المصنع قفل، فزودت عدد البطالة، يعني إيه؟ إيه؟ على رأي سعيد صلاح الله يرحمه، أنت إيه يا شيخ؟ مش كده. الناس اللي بتقعد تقول الكلام مش كده، نوزن بس الأمور، بالراحة كده وبالهداوة. تعال نروح للأكاديمية الوطنية للتدريب واللي بتستمر في تلقي طلبات المشاركة في الحوار الوطني، ولسه بنتكلم عليها في مقدمة الحلقة. من مختلف قوى وفئات الشعب وشخصياته العامة، يعني طول الوقت من وقت إطلاق دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني المصري اللي بيجمع، خد بالك من الكلمة دي وأنا بأكد عليها، كل التيارات وكل فئات المجتمع، وتم تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار وفتح باب المشاركة لكل المصريين. طيب الأكاديمية تلقت عدد ضخم جدا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات والفئات والأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات والشخصيات العامة والمواطنين اللي ممكن ما يكونوش اشتغلوا سياسة قبل كده بس عنده أفكار عنده رؤية. بس كده؟ لا، والأكاديمية لازالت مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من الجميع ومن أي طيار. بتأكد الأكاديمية الوطنية للتدريب على إيه؟ على أن هم يا جماعة بيقولوا إحنا مستمرين في أن إحنا نتبع نهج الحياد والتجرد التام في إطار الدور التنظيمي والفني والتنسيقي، ولا يوجد أي تدخل ولن يوجد في مضامين الحوار. ده تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية، هو طلب كده، أنا عايز عمل محايد، وإنه هيتم تشكيل لجنة أيضا هي محايدة بالكلية تشترك من مختلف أو تبقى مشتركة يعني من مختلف الشخصيات الوطنية، كذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة. طيب اللجنة دي هتعمل ايه؟ هتبدأ بقى تجمع هذه المقترحات والرؤى وتعرض للحوار، فيصبح المسألة او نصل الى ان احنا نبقى قادرين على اعداد الرؤية الموحدة من كافة القوى بقى اللي بتشارك، علشان يتم تمثيل ده في انتاج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. خدت بالك انا في اول الحلقة بقول لك ايه؟ المنتوج الأول والرئيسي للحوار الوطني هو وثيقة الجمهورية الجديدة. طيب وثيقة جمهورية جديدة حقيقي احنا محتاجين لها، محتاجين لها في الداخل أولا، ومحتاجين لها ان الناس برة تبقى فاهمة احنا بنقول ايه، عايزين ايه، توجهاتنا ايه، إطار الجمهورية الجديدة دي ايه. وبالتالي مسألة الدعوة للحوار الوطني الجديد، الحوار الوطني دي ما دعوة أكتر من عظيمة وأكتر رائعة وأكتر من رائعة، وفي جواها مسألة أنه كل الطيارات، أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع. عايز أنتقل من ده لموضوع تاني متعلق بوزارة التخطيط. وزيرة التخطيط تفضلت بافتتاح المؤتمر الدولي اللي هو عنوانه نحو تمويل مستدام للتنمية. طيب حوالين ايه؟ حول فرص التمويل البديل في مصر. طيب نفهم بقى هنا كلمة اولا التمويل المستدام والتمويل البديل او فرص التمويل البديل معناها ايه المصطلحات دي؟ خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط. اهلا بيك يا دكتور. صحيح. مساء النور، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك يا فندم. مهم عندنا ان احنا بعد اذنك يعني نفهم مصطلحين الاول. التمويل المستدام للتنمية عشان المواطن العادي مش هيفهم المصطلح، كذلك التمويل البديل. هيجي يقولك طب يعني ايه تمويل بديل؟ ما هو تمويل يعني تمويل. اشرح لنا يا فندم بعد اذن حضرتك. تمام. هو التمويل المستدام ده يعني مصطلح خاص بالتنمية المستدامة،
يعني تمام السودان زي ما حضرتك كده الشموس شاهدين عكسيت هو يعني التنميه اللي هو بياخد فيه اعتبار ثلاث ابعاد، ثلاث ابعاد اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه. يعني التنميه مش بس مثلا بتركز على البعد الاقتصادي، في بعد اجتماعي، في بعد بيئي في التنميه. فلما بنقول مثلا التنميه المستدامه يبقى ده بياخد بقى فيه مش بس بقى التنميه مثلا موجه للتنميه مثلا مشروع معين، بس بياخد فيه اعتباراته الابعاد الثلاثه اللي انا ذكرتها، هو البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. فمثلا ان لو مثلا بنمول مشروع، ان المشروع ده ما يكونش ليه مثلا اضرار بيئيه، ان هو ياخذ في اعتباراته البعد الاجتماعي، مثلا في موضوع عداله التوزيع، في موضوع حكايه تمكين المراه. فده حاجه مهمه جدا، ودي طبعا مرتبطه ارتباط وثيق بتنفيذ الاجنده الامميه الخاصه بالتنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030. ده الخاص بالتمويل المستدام، المصطلح الاولاني هو الخاص بالتمويل المستدام. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان الموضوع ده يعني دلوقتي بقى على الصعيد الدولي مهم جدا، يعني ان المؤسسات الدوليه مهتميه جدا بالتمويل المستدام، يعني حتى في ضغوط دايما بان التمويل ما يكونش بس ليه تبني مشروعات ويكون ليه بعد اقتصادي فقط، ولكن لازم يتم الاخذ في اعتبار الابعاد اللي هي الخاصه بالبعد الاجتماعي والبعد البيئي. واحنا عارفين دلوقتي طبعا ازاي ان في العالم في اهتمام كبير قوي بالبعد البيئي، يعني وطبعا احنا مصر مستضيفه الكاب 27، فبرضه ده حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. الجزء بقى الخاص بيه اللي هو التمويل البديل، يعني التمويل البديل معناه ايه؟ هو يعني ان هي في تمويل مثلا هقول تقليدي، يعني مثلا التمويل اللي هو الخاص مثلا من البنوك بطرح مثلا سندات، ده تمويل كل الناس عارفينه، ده تمويل تقليدي ومباشر. بالظبط كده. بس بقى في تمويل شويه غير تقليدي، غير تقليدي، يعني مثلا حاجه زي ايه؟ المشاركه بين القطاع الخاص والحكومه لتمويل مشروعات معينه. مثلا بيسميها برايفت بابليك بارتنرشيب، الشراكه الخاصه بالشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. يعني في مشاريع بتتعمل مش بس يكون تمويل مثلا جاي من الحكومه، بيكون برضه تمويل جاي من القطاع الخاص. بيبقى يتشاركوا لعمل مشروع مثلا معين، يعني مثلا القطاع الخاص بيبني المشروع مثلا وبياخد عائد بتاعه من الحكومه، فبيتحمل التمويل، بس العائد بقى بتاع المشروع ممكن ان هو ياخده من الحكومه. ممكن ان هو يبني المشروع يعني يشغله وياخد زي نوع من العائد على تشغيل هذا المشروع. ففي انواع كثيره من الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، وده بيعمل ايه بقى بالنسبه؟ غير ان هو كمان بيزيد من مساهمه القطاع الخاص، بس في نفس الوقت كمان بيخفف الاعباء على الحكومات، فده حتى بالنسبه لنا كحكومه مصريه ده حاجه بالنسبه لنا هامه جدا. ويمكن من شهور قليله كان في قانون وتم الموافقه عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الخاص بالشراكه مع القطاع الخاص والقطاع العام، وهو قانون تعديل القانون، تعديل القانون عشان يحسن شويه من هذا الموضوع. ده يعني ده مثال. في حاجات ثانيه مثلا الصكوك اللي هي الصينيه، الصكوك برضه ده تمويل جديد. يمكن احنا عارفين ان في تمويل اسلامي، وفي مثلا بنوك اسلاميه وفي بنوك لها فرع معاملات اسلاميه. دلوقتي كمان في حاجات زي ادوات ماليه بتتوافق مع الشريعه الاسلاميه، وفي نفس الوقت ممكن ما نعتبرهاش قوي دين. تعرف حضرتك
ان هو شايف المشاهدين ان يمكن في بعض المعاملات الاسلاميه في موضوع حكايه الدين ان هي فايده تبقى مقطوعه وتبقى محدده، ده يمكن مش يعني دينية ما يطلق عليه احيانا نظم المرابحه وما الى ذلك. بالظبط كده. فازاي بقى ان احنا نعمل هذا بقى النظام مش بس بقى مع شركات، لا مع دول. فده بيبقى فيه نوع من الاصدار للسقوط. في طبعا حاجه ثانيه، السندات الخضراء مثلا. السندات الخضراء دي اخذتها يمكن مصر كانت رائده في هذا الموضوع. احنا اطلق من حوالي سنتين هي السندات الخضراء، ويمكن دي كانت اول مره سندات خضراء تتعمل في المنطقه. كان في اقتراح اقبال شديد عليها. برضه ده نوع من التمويل البديل. في دلوقتي تمويل كمان، احنا اظن نزلنا سندات خضراء في اليابان مش كده؟ لا دي سندات اللي هي ساموراي. حاجه ساموراي يعني مظبوط. ساموراي لا دي حاجه ثانيه. شوف السندات الخضراء دي بتمول مشروعات، دي بقى اهم جدا بصراحه، مشروعات بتحسن من البيئه وتخفض من الانبعاثات. واحنا اكتشفنا برضه حاجه يعني في ما كناش فاكرين قوي، ان في الموازنه العامه للدوله ان في مشاريع خضراء كتير. لما احنا ابتدينا ان احنا نبص اكتشفنا ان في مشروع كثيره جدا تتبناها الدوله المصريه وهي مشروع خضراء. يعني مثلا الناس يمكن الواحد ما بيفكرش في هذا الموضوع. يعني مثلا مشروعات الصرف الصحي المعالجه الثلاثيه اللي هي مثلا بتاخد الصرف الصحي وبعد كده بيطلع ميه ممكن يستخدمها مثلا في الزراعه واستخدامها في استخدامات اخرى. ده حاجه خضراء اللي هي بيعمل نوع من التدوير في المياه. ففي مشروعات اللي هي الحاجات اللي هي مثلا الاقتصاد الكهربائي والحاجات اللي دي برضه مشاريع بتخفض من الانبعاثات. مشاريع نتج انفاق بتخفض من الانبعاثات، ودي استثمارات في طاقه بديله. بالظبط. يعني في حاجات كتير قوي دي بقى بتمول بايه؟ دي طب دكتور احمد، هل 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 من الوارد ان الدوله ممكن تتوسع في الفتره الجايه في مساله تشجيع انشاء صناديق الاستثمار؟ لانه اظن انه ده هيبقى شكل من اشكال التمويل، وفي نفس الوقت هو شكل من اشكال الاستثمارات المباشره اللي تضخ داخل البلد من خلال هذه الصناديق. فهيبقى صندوق استثمار قابل لاستقبال استثمارات محليه زائد استثمارات عربيه زائد استثمارات دوليه. والله انا سعيد ان حضرتك ذكرت هذا الموضوع، لان ده كانت نقطه بقى ثانيه من التمويل البديل. اللي هو احنا عارفين الموضوع كيس الصندوق السيادي المصري. الصندوق السيادي المصري هو يمكن كان فيه النهارده في هذا المؤتمر كان فيه جزء اهم جدا على موضوع الصناديق السياديه واهميتها في التنميه المستدامه. وده تمويل من يعني ازاي ان انا اعمل اخلق شراكه بين الحكومة وبين القطاع الخاص في شكل بقى اللي هو الصندوق السيادي. الصندوق السيادي مثلا المصري، وده مش بس في صندوق سيادي، يعني في صناديق سيادية أخرى في دول أخرى بتعمل نفس الحكاية. إن بيكون عندنا نوع من الأصول اللي هي موجودة في الدولة مش مستغلة بطريقة جيدة. بالصناديق السيادية الوطنية بتاخدها وتقدر ان هي تعمل نوع من الشراكه مع القطاع الخاص. مظبوط. ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ان هو مش بس ان انا بزود زي ما حضرتك بتقول ان هو في جذب بقى للاستثمارات وفي رؤوس اموال بتخش البلد والاستثمار بيزيد، وفي نفس الوقت كمان ان هو بدل بقى ان مثلا حته ارض ولا مكان ولا غير مستغل او مش مستغل بطريقه جيده، انا وده بيبقى مش هقول عبء بس حاجه مش مستغلة للدولة، أقدر أنا آخدها وأقدر أن أنا أدخل فيها القطاع الخاص، وكده بيحسن من أداء الاستثمار في مصر، وبيحسن أكيد من كمان جاذبية مصر للاستثمار، ودي حاجة مهمة جدا. طيب هنا مش بس انا معلش انا اسف المقاطعه، طب ما هنا انا اقعد افكر في انه وليه ما يبقاش في عندي، وبرضه صححني لو انا غلطان، ان انا يبقى في عندي صندوق استثمار بغرض التمويل. فانا لو عندي انفستمنت فند بحط فيه استثمارات محليه وعربيه واجنبيه بغرض مثلا تمويل الافراد للشراء العقاري
العقارات اسعارها عماله بتزيد، وبالتالي ده هيؤدي الى تقلص حجم القدره الشرائيه، محتاج برنامج واسع زي المورجج اللي بيحصل في امريكا او بيحصل في اوروبا. فيبقى انا في عندي انفستمنت فاند يمول الافراد للشراء على فترات طويله بقى، تبقى 20 و25 سنه، مش بس عقار، هو ساعتها اقدر ان انا امولك على ايجار تمويلي، وامولك حتى على سلع استهلاكيه ومعمره وما الى ذلك، فاخلق حاله من حالات النشاط المالي او دوره راس المال جوه البلد. هل ده وارد ولا لا؟ لا، هو ده وارد، بس ده مش ده دور السياسي. لا انا مش بتكلم على صندوق سيادي، انا بتكلم على صندوق استثمار، مش بالضروره يكون صندوق سيادي. الصندوق السيادي هيدير ويستثمر اصول الدوله. بالظبط بالظبط. لا هو طبعا حاجه زي كده ده حاجه هامه جدا، بس يعني مش لازم ان انا اخلق صندوق عشان اعمل حاجه زي كده. يمكن زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين عارفين ان موضوع حكايه التمويل العقاري ده يعني حتى في الدول المختلفه بيتعمل من خلال البنوك مثلا او من المؤسسات الماليه المختلفه، خصوصا البنوك. فهو يعني ممكن هو يكون حاجه احنا مفروض احنا يعني كدوله مصريه ممكن احنا او كحكومه فيه احنا نهتم بهذا الموضوع، لان بصراحه التمويل العقاري في مصر يمكن محتاج نظره، ومحتاج يمكن محتاج نظرتين ثلاثه الحقيقه. يعني محتاج كمان اصلاح تشريعي، وكمان في قوانين معينه اللي انا اعرفه، انا ما اعرفش ده يمكن دقيقه، لا انا ممكن مع حاجات الاراضي الجديده صعب ان انا امولها بالطريقه العقاريه، زي حاجه زي التجمع، حاجه زي 6 اكتوبر، حاجات زي كده. ف يعني ده محتاج بعض من يعني التمويل موجود. انا بس عاوز حاجه مهمه جدا لازم اذكرها، يعني في تمويل البنوك عندها يعني تقدر ان هي تمول حاجات كتير، بس ساعات انها بتصطدم ببعض من التشريعات المعينه. ف الجزء ده ما بيحصلش في التنميه زي ما احنا عاوزين. من ضمنها هي زي ما حضرتك ذكرت، هو فعلا يعني حاجات التمويل العقاري ده حاجه هتفرق جدا في البلد. يعني انا ساعات طب أنا واللي يحلها لك يا دكتور في الاطار التشريعي زي ما هو؟ اديني جايزه. لا ما هو ما احنا كلنا بنخدم البلد يعني. ما انا هتديني جايزه ليس الا. يعني مش عايز فلوس. احنا بنشتغل عشان بنشتغل طبعا البلد. هو جايزتنا كده، هي جايزتنا فعلا كده. انه الامور تحلحل وتتحل وتنمو وتبقى كويسه ومزدهره. طب والله بجد انا في عندي فكره قاعده عماله بتلف في دماغي دلوقتي، اصلا بتاع اقتصاد، كنت خريج اقتصاد يعني، فقاعده في فكره في دماغي قاعده شغاله في مخي على حكايه التمويل العقاري، انا لازم اجي اعرضها مره على حضرتك والله اذا امكن يا دكتور. يعني حضرتك تتفضل في اي وقت. يا رب يخليك. واحنا كمان يعني بس عشان حاجه نكوي وزاره، احنا وزاره والتنميه الاقتصاديه. طبعا. موضوع التنميه الاقتصاديه ده مهم، يعني مش بس ان انا بخطط وبعمل مثلا خطط للدولة وبتاع، انا كمان التنمية حد ذاته تنمية اقتصادية. صحيح. والتنمية بجميع اصوات يعني اشكالها ده هدف هام جدا. طبعا. من اهداف الوزارة، فحضرتك طبعا. يعني ايه تنور وانا اتشرف حضرتك. لا العفو، ما تقولش كده خالص. اشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، حديث كان على مسألة التمويل المستدام للتنمية وفرص التمويل البديل وفكرة وجود يعني اشكال مختلفة لاجل التمويل والاستثمار في بلادنا. اشكرك مرة ثانية دكتور احمد كمالي. خلوني اروح على خبر انا اعتقده لطيف جدا. 40 حزب سلموا الأكاديمية الوطنية للتدريب مقترحات. تحالف الأحزاب تحديدا بيتكلم في ده بشأن مسألة مؤتمر الحوار الوطني. سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا يوسف بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم المحترم. أنا لسه باعت السلام النهاردة بالمناسبة. وصل طيب. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده النائب. احنا 40 حزب سلموا الرؤيه بتاعتهم فعلا. ده صحيح يا فندم بالظبط. طيب بتشوف اتفضل يا فندم. الحقيقه يعني في عجاله كده او في شرح مبسط، الاحزاب المتالفه داخل تحالف الاحزاب المصريه عملنا اجتماع وقلنا ان الفرصه جت للاحزاب انها تتحاور وتقول رأيها
لما سيادة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية وسيادتك كنت منور فيه. لا يا فندم شرف لي. قال إن الحوار الوطني، فالحوار الوطني فرصة جت للكل بما فيها المعارضة، بما فيها وجهات النظر الأخرى اللي إحنا ممكن نختلف وجهات النظر، لكن لا يمكن إن إحنا جميعاً نختلف على الوطن وعلى المواطن المصري وعلى دعم القيادة السياسية من أجل المرور من عنق الزجاجة. فاتفقنا كلنا ان احنا نقعد بدل ما كل واحد فينا يتكلم في اتجاه معين او في اتجاه تاني، ان احنا كل حزب من الاحزاب يتقدم بوجهة نظره اللي هو شايفها، لكن في الاخر اكيد احنا كلنا هيبقى في وجهات نظر متفق عليها او مستقرة بيننا كلنا وبين بعض او يعني متشابهة، وطرق الحل فيها ايه. نمرة اتنين سيادتك، احنا قررنا كمجموعة احزاب في التحالف ان احنا ما نحطش مشكله ونسكت، لا احنا نحط مشكله نقول احنا تعبانين من الحاجه الفلانيه وشايفين وجهه نظرنا كذا، وجهه نظرنا دي قد تكون صواب وقد تكون خطا، قناعتنا تم بان مش كل حاجه نقولها هي اللي صح، قناعتنا تم مش ان احنا بنفهم بس والاخرين، لا بالعكس الحوار معناه ان احنا ناخد ونتكلم نقول اللي قدامنا يقول واحنا نقول. واحنا رفعنا شعار في حزب إرادة جيل، قلنا بالحوار نجني الثمار. الثمار اللي احنا هنجنيها دي بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما ديمقراطيه فعليه ووجهات نظر بين الاطراف تتناقش عشان خاطر مصلحه الوطن وعشان خاطر مصلحه المواطن، يا اما الحوار هيجني الثمار بتاعته لو اختلفنا وبقت العملية عملية شد وجذب من أجل يعني عفوا فرد العضلات، أو إن أنا أقول إن أنا فاهم وغيري مش فاهم، أو إلى آخره، يبقى في النهاية ما بقاش حوار، بقت مشاجرة. فكلمة الحوار الوطني كلمة ليها معايير وليها قيم صدرت من السيد الرئيس لصالح كل الفئات مش الأحزاب بس، وده شيء كويس عشان نتفاعل وعشان نشوف وعشان وفعلا عشان من اجل ان احنا نخرج من الازمات اللي احنا بنتعرض فيها، اللي هي مش ازمه في مصر بس سيادتك، دي ازمه الدنيا. في العالم كله واحنا من ضمن العالم. صحيح. وبالعكس كمان ده احنا عايزين نقول ان احنا كمان كاحزاب متفقين مع المزيد من الحريات، لكن ده مش معناه ان ما عندناش حريات، احنا عايزين مزيد من الحريات، وباكد مره ثانيه ان كلنا متفقين على ان في حريات وان احنا عايشين عصر حريات، مزيد منه اهلا وسهلا، لكن لما نيجي نقول حريه الامن والامان احنا عايشين بيها ولا مش حاسين بيها؟ طبعا حريه من ضمن الحاجات المهمه جدا، حريه الامن والامان اللي سيادتك لا يمكن لو دفعت فيه مليارات وما تحققش ممكن ما تحققش، يبقى بالتالي لا في نهوض اقتصادي ولا في نهوض اجتماعي ولا في نهوض سياسي ولا في حاجه ابدا، فالامن والامان من ضمن الحاجات اللي هي مهمه جدا اللي احنا لازم نوجه فيها الشكر للقوات المسلحه وللشرطه المصريه وعلى التضحيات اللي هم بيقدموها. اتفقنا في الحوار الوطني الاحزاب المصريه لتحالف الاحزاب المصريه بكل الاحزاب اللي فيها، ان بعد ما كل واحد فينا يعمل وجهه نظره في ورقه ويقدمها للهيئه اللي تشرفنا بالجواب اللي جالنا منها، ان احنا نعمل كمان ورقه اضافيه بعد كده، واحنا فعلا بالفعل راح الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده والاستاذ محمود نفادي المتحدث الاعلامي راحوا سلموا كل الاوراق الخاصه بكل الاحزاب اللي قدمت، اتفقنا على اننا كمان هنعمل اجتماع تاني وشكلنا لجنه ان احنا نعمل بقى ورقه شامله لكل التحالف وجهات النظر فيها ايه، من المحور الاقتصادي على المحور الثقافي الاجتماعي كل المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها، بحيث ان احنا يبقى قدامنا عناصر ثابته نتكلم فيها بالاضافه الى وجهات النظر الاخرى بما فيها وجهات نظرنا في حريه الاعلام والثقافه كمان والحاجات الخاصه بالمراه ودعم الشباب في المشروعات الاقتصاديه. وانا الحقيقه سعيد بالكلام اللي قاله سياده النائب الدكتور احمد، عايزين نفكر فعلا خارج الصندوق، بحييك ان احنا عندك فكره هتعرضه، وخاصه ان احنا وسيادتك نائب محترم الله يخليك يا فندم، دوره ان احنا عندنا ترسانه قوانين محتاجين ان احنا نعرف احنا ايه، يعني القوانين دي كلها حجم كتيره جدا، عايزين نحط ودور مجلس النواب مع مجلس الشيوخ ان نحط طبعا. فكر جديد يبقى
يتلائم مع وجهات النظر اللي كلنا بنتمناها، تدعيم الصناعة، تدعيم الزراعة، الخروج بمنتج مصري يلائم وينافس المستوى العالمي. ايه اللي محتاجه المصنع؟ المصنع النهارده محمل باعباء غير عاديه، ازاي نقدر نحط برضو قوانين تريحه شويه تدعمه؟ طب سياده النقبه انا يقدر ينافس. انا عايز يعني اسال سؤالين بعد اذن حضرتك. اللي انا فهمته اولا وصححني لو انا غلطان، اللي انا فهمته انه كل حزب من الأربعين الاعضاء في التحالف قدم رؤيته، وانه كمان هيتم وضع رؤيه موحده تجمع المشتركات ما بين رؤى الأربعين حزب مع بعض، صح كده؟ بالظبط. حلو قوي. انا بقى سؤالي وهو انه هل التحالف هيقوم بمخاطبه بقيه الاحزاب المصريه بضروره الاسراع في تقديم رؤاها؟ انا اعتقد احنا عندنا تقريبا اظن حوالي 105 حزب، مش كده ولا ايه؟ لا، هم اقل من كده سيادتك شويه، حوالي 91 حزب تقريبا. طيب. في منهم يعني لو قسمناهم هنلاقي في المتنازع عليه بالرئاسه، واللي منصب الرئيس مش موجود فمش عارف يعمل. لكن في النهايه تلاقي حضرتك عندك عدد لا يزيد عن 40 50 حزب هم الفاعلين على ارض الواقع، او 60 حزب كبير قوي. النقطه الثانيه، اسمح لي ممكن اتكلم في حاجة الاحزاب دي؟ أرجوك. حاجه بسيطه قوي. ايوه. فضل. احنا محتاجين نقول للناس اللي هي بتتكلم عن الاحزاب كتيره في مصر، لا الاحزاب مش كتيره في مصر. فرنسا، وانا دايما اقول الكلام ده، عندها 408 حزب، لكن احنا في النهايه احنا 100 مليون مواطن. وجود الاحزاب قد يكون حزب من الاحزاب غير ممثل، ولكن عنده فكره، عنده ناس بتقدر تقول فكره تفيد الوطن والمواطن. لكن ارجع لسؤال حضرتك المحترم، ان احنا بالنسبه لنا نخاطب بيت الاحزاب، اعتقد كمان ان بيت الاحزاب الحقيقه قامت بدورها وقدمت. لكن انا بتمنى ان يبقى في يوم تلتقي الاحزاب كلها في مصر مع بعضها. يا ريت تقعد تعمل حوار مع بعضينا كده، نتناقش. صح. اللي عايز يتكلم عن الحريات يقول، اللي عايز، لكن برضه نتكلم عن دي ونقول ان في دور بيتعمل. انا عايز اقول لسيادتك، هرجع برضه للحريات. النهارده لما بنشوف سياده الرئيس بيطلع الغارمين والغارمات، ونشوف ان خروج في كل مناسبه من المناسبات، خروج ناس من السجون، وبنشوف الكلام ده كله، ما ده برضه شيء من الحريات، وشيء من اللي احنا بنطمح ليه. عايزين اكتر من كده؟ احنا ما عندناش مشكله، بالعكس. لكن تبقى حريات مسؤوله، تبقى طلب مسؤول عن الحريات. نتمنى ان الاحزاب تقعد كلها مع بعض، ده امنيه عندي انا شخصيا، ومستعدين احنا كتحالف الاحزاب المصريه نوجه دعوه لكل الاحزاب المصريه اللي موجوده. وكلنا في النهايه اخوه، كلنا في النهايه مصريين، كلنا في النهايه قد نختلف على الترابيزه، لكن لن نختلف على الوطن. صحيح، احنا شركاء في البلد دي، يعني المواطن احنا شركاء، ودي بلدنا يا فندم. طبعا. دي بلدنا، احنا احسن من غيرنا، ولازم نتمسك بيها، ولازم نبقى في ظهرها، ولازم اروح فين يعني ولو بصينا حوالينا، لا احنا الحمد لله وربنا يستر ويتمها بالسفر على المصريين كلهم يا رب. ان شاء الله يا فندم. انا اشكرك جدا 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 يا فندم على المداخله، وباذن الله نلتقي في القريب العاجل، يبقى لنا الشرف. كل الشكر سياده النائب تيسير مطر، رئيس حزب اراده جيل وامين عام تحالف الاحزاب المصريه. تعالوا نشوف الارتفيشال انتليجنس عمل ايه. الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي بدأ يشتغل على رفع مستوى الفرق الإنجليزية، طبعا ده على خلفية البطولة امبارح، يعني بريمير ليج، ويقلل من الإصابات. طب ده حصل إزاي؟ نادي ليفربول تبنى تكنولوجيا جديدة، تقنية جديدة لتحليل بيانات الأداء. ليه بقى؟ علشان يقدر يضع مجموعة من التنبؤات بوقت الراحة، المشاركة في المباريات، فنقلل من حجم الإصابة والإجهاد المبالغ فيه على اللاعب. معانا على التليفون دكتور أحمد الجمال، أستاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعة، أنا مش عارف اسم الجامعة بصراحة، مش عارف هم كاتبينها لي إزاي، روتجرز. امال هنا ايه رينجرز اللي انتوا كاتبينها لنا ده يا جماعه؟ ماشي، مش دي القصه. جامعه روتجرز الامريكيه في ولايه نيوجيرسي، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. صحح لنا اسم الجامعه بعد اذن حضرتك ده اولا، عشان ما اقولهاش غلط. روتجرز. طيب، عايزين نفهم مساله ازاي الذكاء الاصطناعي بدا يشتغل، او بالادق ازاي نادي ليفربول بدا يشغل الذكاء الاصطناعي في تقليل حجم الاصابه ورفع التصنيف بتاع النوادي، او رفع المستوى بتاع الفرق. بالظبط. هو لو
اي حد متابع للنادي ليفربول والدوري الجديد السنه دي هيلاحظ ان نادي ليفربول فريق اداؤه مختلف عن الموسم السابق. المواسم السابقه كان دايما له تشكيل ثابت وكان بس بيغير اللعيبه الاساسيين لما يبقى في اصابه او في انذارات او حاجه زي كده. السنه دي لاحظنا ان مثلا خط الهجوم كان بيلعب فيه صلاح وفيرمينيو وماني، مره ثانيه ماتش ثاني يلعب ماني وجوتا ودييز، ماتش ثالث يلعب دييز وفيرمينيو وامام. يعني المدرب كان بيغير تخطيطه طول الوقت، احنا ما كناش عارفين ايه السبب، يعني ما كناش عارفين ليه المفروض اللعيبه دي جاهزين ايه السبب اللي بيختار لعيبه على اساس لعيب. ولاحظنا كمان في الاسبوعين اللي فاتوا حاجه غريبه جدا، انه لعب ماتشين في الاسبوعين اللي فاتوا، ماتش تشيلسي في نهائي الكاس وماتش ساوثهامبتون الماتش قبل الاخير في الدوري، تشكيلين مختلفين تماما، غير 9 تغييرات بين الماتشين، وده حاجه غريبه جدا في ماتشين مهمين زي كده، وكانت اللعيبه بنفس المستوى. المفاجاه ان من 5 ايام ظهر بيان صحفي من شركه قالت فيه ان نادي ليفربول بيستعمل التقنيه بتاعتهم في تقييم اللاعبين وتقييم احتمال اصابتهم، وده خلاهم يقدروا يقللوا غياب اللاعبين على الملاعب، وكان نسبه نجاح كبيره جدا. فلاحظنا مثلا او البيان قال ان نسبه الاصابات قلت السنه دي من 1500 يوم غياب للاعبين في الموسم الماضي، قلت ل 1000 يوم، حوالي 1000 يوم غياب بس السنه دي، وده حوالي 30 تلت خاص بالنسبه للتلت. ومش بس كده، اكثر من كده خفضوا نسبه الاصابات المؤثره وهي الاصابات اللي بتؤدي لغياب لاعب اكثر من 9 ايام على الملاعب، خفضوا النسبه دي ل 50%. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ التكنولوجيا دي قامت على تحليل بيانات اللاعبين التاريخيه في المباريات والمسافات اللي كان اللاعبين بيجروها في المباريات ومده النوم بتاعتهم والبايو ماركرز اللي هي التحليلات اللعبيه الضغط وضربات القلب، وقدروا يربطوا بين الكلام ده واحتمالات الاصابه اللي حصلت للاعبين في الماضي، وبالتالي قدروا يستعملوا الذكاء الاصطناعي ان هو ان هم يتنبؤوا بهذه الاحتماليه لاي لاعب اثناء الموسم. يعني ممكن عن طريق ان هو يتابع اللاعب في المباريات وفي التمرينات يقدر يقول للمدرب اللاعب ده وصل لحاله من الاجهاد في عضلات معينه، احتمال ان هو يصاب كبير فلازم تريحه او لازم تتدخل بتمرينات معينه. وده اللي فعلا بدا النادي يطبقه الموسم ده بنجاح، ادى الى تاثير كبير جدا في النتائج زي ما انتم شايفين، ان هو قدر يوصل للنهائيات 4 بطولات وياخد 2 منهم ولسه بطوله الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب دكتور احمد، يمكن باعتبار حضرتك متخصص في هذا النوع من العلوم الذكاء الاصطناعي، هل الذكاء الاصطناعي ده انا اقدر استخدمه في اي حاجه دلوقتي ولا لازال محدود في بعض المجالات؟ حاليا في مجالات كتيره جدا دخل فيها الذكاء الاصطناعي، يعني التكنولوجيا اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي فيها تطبيقات كتير ثانيه. هي اولا التكنولوجيا اللي استعملوها في موضوع التنبؤ بالاصابات دي ما هياش تكنولوجيا حديثه قوي، يعني التكنولوجيا هي نفس التكنولوجيا اللي بتستخدم في التنبؤ بالاسواق الماليه مثلا، تنبؤ بسهم معين هيطلع ولا ينزل ولا هبيع ولا اشتري، فدي بتستعمل في المجالات دي من زمان. هو الجديد في الموضوع هنا البيانات، ان نقدر دلوقتي نجمع بيانات كتير عن اللاعبين اثناء هم لعبهم وتمريناتهم يوم بيوم بصوره حيه نقدر نستعملها. فهو ده الاساس، يعني في تطبيقات كتير جدا للذكاء الاصطناعي حاليا ممكن تتعمل او ممكن تبقى موجوده لو البيانات موجوده، ولو البيانات موجوده ونقدر نجمعها ونقدر نجرب الذكاء الاصطناعي عليها. ففي يعني مثلا مجال الصحه ده من احد المجالات المشابهه جدا لموضوع اللاعبين ده، ونفس الشركه اللي عملت موضوع اللاعبين ده عملت قبل كده تجارب في المستشفيات ان هم يشوفوا الدكاتره والنيرسز الموردين في المستشفيات هل هم مجهدين، هل هم لازم يريحوا، طبقوا الكلام ده بدقه. وفي دلوقتي برضو في مجال الصحه مجهود كتير جدا ان احنا نستعمل البيانات الموجوده اللي ممكن نجمعها على الهواء من الناس، ونقدر عن طريق كده ان احنا نتنبأ باصاباتهم مبكرا، احتمال اصاباتهم بامراض او احتمال اصاباتهم بجلطات او حاجات زي كده. فدي كلها تكنولوجيا وقائيه ممكن تبقى مستعمله بنجاح. ففي مجالات كتير جدا طبعا
الذكاء الاصطناعي بيطلقها، وفي اجراءات لسه ما اطلقهاش. احنا اتكلمنا مثلا من عده شهور على مشروع بتاع بيتهوفن السيمفونيه 10 لبيتهوفن، ازاي ان الذكاء الاصطناعي دخل برضه في موضوع الابداع والموسيقى والفنون والثانيه. ففي طبعا مجالات بيبدا لسه الذكاء الاصطناعي بيتطرق ليها، في مجالات ثانيه الذكاء الاصطناعي اصبح شيء مهم فيها. يعني انا بالفعل شفت ويب سايتس بتشتغل بطريقه الذكاء الاصطناعي على تاليف مقتطفات موسيقيه او مقطوعات موسيقيه مثلا، فعلى نسق شوبان، فانه لو شوبان كمل فممكن كان يعمل المقطوعه دي، لو مش عارف هندل كمل وهكذا. هل ده حقيقي؟ بالطبع وده اللي احنا استعملناه. ولا دي ويب سايتس هزار ولا ايه؟ لا ده حقيقي فعلا، وده نفس التكنولوجيا اللي استعملناها وكلمنا عنها من عده شهور لما استضفتني في البرنامج عندكم عشان اتكلم على السيمفونيه 10 بيتهوفن اللي عملناها. وهي نفس التكنولوجيا دي الحاليه ممكن تستعملها ان انت تكمل مش بس الموسيقى، ممكن تكمل لوحه ممكن او تاخد صوره فوتوغرافيه وتحولها لفن تشكيلي مثلا باسلوب بيكاسو او باسلوب موني او اي فنان انت عايزه. طب في ظل الازمات الحاليه يعني زي الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، هل من الممكن ان الذكاء الاصطناعي يساعد في التنبؤ بنهايه هذه الحرب؟ امتى؟ شكل النهايه يبقى عامل ازاي؟ شكل من اشكال الاستقرار السياسي فيما بعد الحرب يبقى عامل ازاي؟ ولا لسه برضه ما يقدرش يضع صوره حول هذه الامور؟ هو بالطبع الذكاء الاصطناعي بيستعمل في اجهزه المخابرات واجهزه الجيش الحديثه في التنبؤ بتصرفات الاعداء. يعني ممكن تقدر تحط او تصرفات الدول عموما، يعني ممكن تحط مودلز او نماذج لمحاكاه تصرفات اي جيش معين، وعن طريق انك تعرف امداداته وتبدا تعرف الاقتصاد بتاع الدوله، نبدا امتى ممكن الدوله دي تكمل وامتى ممكن تقع او ممكن ما تقدرش تكمل. فالكلام ده بالفعل موجود ويستعمل، وفي حاجات اكثر من كده كمان حاليا لها علاقه بالاشخاص نفسهم ومدى الروح المعنويه لهم، وازاي ازاي نقدر نموديل الكلام ده، نقدر نموديل هم هيقدروا يثبتوا قد ايه او يقعوا امتى. فالكلام ده كله في شغل عليه يعني. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور احمد الجمال، استاذ علوم الحاسب ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي بجامعه روتجرز الامريكيه من ولايه نيوجيرسي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل لقائنا الاسبوعي الرائع والجميل مع مولانا فضيله الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. طب هنتكلم على ايه يا يوسف؟ على احكام فقه وشريعة المغتربين. يعني انت مسافر في بعثة، عندك عقد عمل، هل هناك فقه للمغترب في كل احواله ومعيشته وزواجه؟ فاصل ونكمل الكلام. ولقد فجرت لكم المفاجأة وهعيدها تاني، بس خلوني الأول أرحب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. زكى مولانا. مرحبا بك ومشاهدينا ومتابعينا في فكهة الأسبوع، معك ومعهم الاثنين الفقرة الديني. هي فاكهة بوجودك مولانا وبوجودكم. انا هستأذن حضرتك، انا حتى كنت بقول للمشاهدين انه احنا النهاردة هنتكلم على احكام الفقه والشريعة للمغتربين، وقد يكون معاها ما بين قوسين، وماذا عن الزواج في حالة السفر للدراسة للعمل الخ الخ الخ. مفاجأة وهتخلق جدل ما يجوز ويجوز لا، بس هستأذن الأول احنا هنروح للتقرير المتعلق بالأسئلة وبعدين نرجع نكمل الكلام. على بركة الله. لو أنا ما
متغرب مثلا وبقالي 10 سنين قاعد بره، ممكن حضرتك اتجوز جواز مؤقت ولا مش ممكن؟ لو انا في الغربه وكاتب كتابي جه ميعاده يجوز ان في حد مكاني يعني يمدي مكاني باسمي او لا يجوز؟ السؤال الثاني، لو انا بعيد في الغربه وبعيد عن مراتي ايه الحل؟ ده حرام ولا حلال؟ زواج المؤقت حلال ولا حرام؟ ما هو الحكم الشرعي للابتعاد عن الزوجة لفترة طالت عن عام أو عامين؟ ممكن الواحد في جواز مؤقت ده ممكن ولا ما ينفعش برضه؟ ده سؤال بس حابب ان انا اعرفه يعني. هل الاستئذان لازم استاذن زوجتي عن السفر لوحدي ولا لا؟ ولو اذنت لي اقعد 6 شهور او سنه او اكتر وسمحت لي افضل اقعد هناك عادي ولا فيها مشكله؟ لو انا مش يعني محجبه بره مصر وبتعرض للتنمر والسخريه وكده يعني اتصرف ازاي في الموقف ده؟ مراتي مسافره معايا في الخارج او انا في السعوديه او في اي دوله، في الكويت، في اي دوله عربيه، وزوجتي معايا، هل وهي منقبه ممكن تقلع ولا وتلبس خمار عادي ولا تحجيب عادي ولا يبقى ده شيء محرم؟ على ما يبدو ان موضوع الجواز ده شاغل ناس كتير في حكايه السفر لفترات طويله. فهبدا يمكن بالسؤال ده، مساله زواج خلال مده السفر يجوز غير لا يجوز، غير مستحب، مكروه، نفهم يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المقرر شرعا ان العقود في التشريع الاسلامي كلها تقبل التأقيت ما عدا عقد الزواج، ينبغي أن يبنى على التأبيد. حلو جدا. أي عقد معاملات، بيع، شركة، مش عارف إيه، كل العقود دي تأقيت. إنما اللي يبنى بالنية على التأبيد هو الزواج، لا سيما في ثقافتنا الأزهرية السنية. طيب، مشكلة فعلا ان اناس تذهب للابتعاث ايا كان الابتعاث، سواء كان لطلب العلم، للدراسة، درجات علمية الى اخره، وقد تطول المدة. فهل يلجأ الى ما يقولونه في الاسئلة الى الزواج المؤقت؟ طبعا لا. انما هنا يعمل ايه؟ ينوي الزواج الدائم المؤبد اللي هو لا يتعلق بزمن معين، وإلا لقدر الله يبقى بقى زي نكاح المتعة عند الشيعة. وهذا لا يجوز في مذهبنا أو ثقافتنا الأزهرية السنية. كان الأئمة زمان يرتحلون لطلب العلم مثلا من العراق إلى اليمن إلى الشام، فكان الواحد يذهب لسنة واثنين وثلاثة، كان يتزوج، لكن كان يبقي على الزوجة في عصمته ويرسل لها النفقة أو تلحق به في بلده، لكن لم يعهد من أئمة العلم حتى ولا من المجاهدين اللي هو الجهاد المشروع في سبيل الله. ولذلك من جيد ومن نفائس ما يذكر في هذا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتفقد الرعية بالليل، فسمع صوت امرأة تنشد شعرا فحوى أنها تشكو من الغربة، ولولا أنها تخشى الله عز وجل لفعلت كذا وكذا وكذا. فقال: استرجع، ألا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفي المسلمين ونحن على قرب من النبي صلى الله عليه وسلم من تتشبب برجل؟ ففي الصباح دخل على ابنته أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها، قال: يا أم المؤمنين، كم تصبر الزوجة على زوجها في فراقه؟ فاستحت وقالت: أمثلك، يعني كأب يسأل مثلي كابنة؟ قال: لا يا أم المؤمنين، إن أمير المؤمنين يسأل أم المؤمنين. يعني بعيد عن العلاقات الأسرية والاجتماعية، أنا أسألك في المهام بتاعتنا في المجتمع، أنت أم المؤمنين، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وأنا ولي الأمر. قالت: 4 أشهر. فقال: وكيف عرفت ذلك؟
قالت من آية الإيلاء في سورة البقرة الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال سبحان الله كل الناس أفقه منك يا عمر. فأرسل سيدنا عمر عليه رضوان الله لما عرف أن هذه المرأة التي كانت تتغزل وتشكو الوحدة أن زوجها كان من المجاهدين المرابطين في الفتوحات أو يعني ما نسميه الآن على الجبهة. أول من سن أجازة الجنود لا يزيد الجندي بمختلف رتبه في الجبهة عن أربعة أشهر. سيدنا عمر هو اللي عمل كده. لا الرتبة مهما كانت لا تغيب يعني الرتبة أو يعني الشخص لا يغيب عن أسرته أو عن زوجته عن أربعة أشهر. وانتبهت إليها سبحان الله جيوش العالم. فنحن يا سيد الكريم أمام هذه القضية نقول أولا الزواج المؤقت لا يجوز شرعا قولا واحدا، وإذا أقت عقد الزواج وقع باطلا. وقع إيه؟ لا دي أعراض دي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي وصية لإرساء العدالة في المجتمع الإنساني كله، أيا كان مسلم أو غير مسلم. أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. خلي بالك ودي ثلاثة قوام الحياة، إن دماءكم حرمة الدماء، أعراضكم حرمة الأعراض، أموالكم حرمة الأموال. الثلاثة دول هم قوام الحياة الإنسانية. فبالتالي هنا بنقول إيه حضرتك؟ نقنن أوضاعنا المجتمعية على حسب ما يتوافق مع الشرع. إنما طبعا إذا كان إنسان متزوجا وزوجته يعني من حقها أن يعود إليها بعد أربعة أشهر، لكن لو حالت ظروف ورضيت هي وصبرت وتحملت لا بأس. طيب أنا هستأذن هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل في نفس ذات الموضوع. أنا جاي في بالي سؤالين بس مش هكشف عنهم دلوقتي. حاضر. هروح للفاصل ونرجع مرة تانية لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. استنونا بعد إذن حضراتكم. بارك. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية وكل الترحيب بمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريم. الله يبارك فيك. وكنا نقول انه او الاسئله اللي جت في بالي ايه بقى. طيب لو هو هيتزوج وهو في الغربه يستاذن ولا ما يستاذنش؟ يعني يستاذن زوجته الاولى ولا ما يستاذنش؟ ادي واحد. السؤال الثاني، طيب ولو خلصت الغربه دي وهيرجع بلده، أظن زي ما حضرتك بقى ذكرت كده ما ينفعش هذه الزوجة تقعد من غير زوجها أكتر من أربعة أشهر. فحاجة من اتنين، يا إما هو كل أربعة أشهر يروح لها بلدها ده على الأقل يعني، يا إما هي لازم تبقى موجودة معاه في نفس ذات البلد ولا يكتفي فقط بالإنفاق عليها، وإلا بقى أظن كده ما يبقاش جواز، يبقى هزار يعني ولا إيه؟ أحسنت الله يبارك فيك. أولا جنبك بالنسبة لهذه الوقائع، نحن لو تحاكمنا إلى الشريعة الإسلامية لوجدنا فيها اليسر والسهولة. حلو. كون أن هو يعني أربعة أشهر ويعود إلى بلده أو هي تذهب إليه. يعني هذا أو ذاك، خدت بال حضرتك؟ وثق تماما كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طبعا. فربنا هيعوض عليه في الإنفاق عشان يحافظ على، شوف يعني مثلا في حديث أسوقه في هذا المجال، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في بضع، يعني في إنزال الشهوة، في بضع أحدكم صدقة. فالصحابة رضي الله عنهم يقولوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا امرأته ثم يكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. الله. الإسلام هنا بيهدف إلى إشاعة الطهارة، العلاقات الطاهرة في اللي هي الحميمية وما سعيد عفة البني آدم. بالضبط. فلماذا نحن يعني نرفض الطهارة والناس تلجأ إلى الأبواب الخلفية أو الأشياء المحرمة في شرعنا؟ هذا لا يجوز.
كونه بقى حضرتك ان هو اذا كان سيتزوج في الغربة بس زي ما بقول ممنوع الزواج المؤقت قولا واحدا، هل يستأذن الزوجة الاولى حين اذن الزوجة الاولى سواء كان مقيما او مسافرا لم يرد به نص في الشرح، فقد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة حتى لا يحصل ما نسميه الصراع الأسري. الصراع الأسري بس لا يضيع لا حق الزوجة الأولى ولا حق الزوجة الثانية. ما هتعرف هتعرف يا مولانا، واحد راجل كان مثلا بيشتغل في بلد ما اسمها كذا، تلاقي مراته كل 3-4 أشهر يروح البلد دي، كل 3-4 أشهر يروح البلد دي، وبعدين لأن اللي هناك في البلد دي زوجة فهو مش راح يقعد لي يومين ثلاثة، ده هيروح يقعد بضع أسابيع ويعود. فطبعا ايه لا في حاجة، او كل شويه تلاقيه لو بقى الزوجه الاجنبيه هي اللي جت تلاقيه كل شويه يسيب البيت لبضع اسابيع علشان عايش مع زوجته، هي هتعرف هتعرف. تمام، انا هقول لستك حاجه، الستات مش سهلين. شوف هقول جنابك، هو للاسف في المراه في البيئه العربيه بالذات مع حبنا طبعا واحترامنا للجميع، واحنا طبعا جزء من العرب، للاسف الفولكلور اللي عند الزوجة الأولى قد تقبل أن زوجها يفعل الفاحشة ولا تقبل أن يتزوج في الحلال. أنا بقول لك بس مش هعمم، قد يكون هذا عند بعضهن أو عند معظمهن، لا هي يعني تعينه على طاعة الله عز وجل. الله قال في سورة العنكبوت وختم بها السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لما زوجها يريد العفاف ويريد الحلال ويريد الطهارة هي تعتبر هذا من باب القرب من الله سبحانه وتعالى. هي صح أنها كبشرة هيبقى عندها غيرة وعندها ضيق وعندها كذا، ولكن هي تقدر أن ظروف رجل مغترب، وساعات على فكرة يا سيدي ثم ياخدها معي، وساعات ما أصل في ظروف، قد يكون مثلا في أولاد بيتعلموا في الجامعات، قد يكون تروح له كل 3 أشهر، يعني شوف يقنن أصل هو لما هيروح يقعد سنين فعلشان يعف نفسه هيتجوز فهيسيب الست اللي في أرض الوطن دي، ما هي كده برضه هيعدي عليها 4 شهور. أيوة صحيح، فهو كده ظلمها. صحيح صحيح، ما هو بدل ما يروح يتجوز واحدة تانية وبدل ما يجيب لنفسه المشاكل، ده أحد الحلول، ولأجل برضه العدل والإنصاف ما يبقى خدها معاك، يا إما تستقدمها كل فترة، ما هو بيحصل تيجي تقعد معاك ساعات بيحصل حضرتك، وساعات بتبقى في ظروف قاهرة. لكن اللي أنا بس أريد أن أنبه عليه أو أنوه به حضرتك، الإنسان يتحمل حتى لو في الإنفاق المالي، حتى لو في بعض المشاعر الإنسانية، في سبيل أنه يلتزم بطاعة الله عز وجل، أن يلتزم بالطهارة، أن يلتزم بالحلال. وأيضا بننصح حتى لو إنسان اغترب، وأنا جربت هذا على فكرة، لأني يعني زمان طلعت إعارتين من الأزهر، مرة للسعودية ومرة لسلطنة عمان، فطبعا من رسالة الأزهر في خدمة العلوم الإسلامية في العالم الإسلامي. فحضرتك أنا عرفت إيه معنى الاغتراب وإيه معنى بعد الإنسان عن أسرته وعن أهله وعن كذا. والله العظيم أنا كنت أنزل زي ما أنت تفضلت كل يعني في نص السنة أنزل، أو الزوجة كانت تأتيني. حلو، خدت بال حضرتك؟ فده كان أحد الحلول. وأيضا كنا بنحتسب هذا أنه من باب الجهاد في سبيل الله، يعني أنا ما أنا كنت أستشعر يعني المسلمين الأوائل كيف كانوا ينشرون العلم وينشرون الدعوة وكيف كانوا يتاجرون وكيف كانوا يفتحون البلاد، كطبعا جهاد الدفع مش الطلب. المهم فكل ده بنتحمله ليه؟ في سبيل أننا نحافظ على العروة الوثقى على الإسلام، حتى حتى لو قدم الإنسان تضحيات. بس إحنا نشجع الناس يعملوا زي مولانا، ننزل أجازة أو نبعت نجيب زوجاتنا. والله كنت بأنزل على حساب الخاص، لأن هي كانت الجهة اللي أنا شغال فيها هي كانت توفر الطيران أو التذاكر آخر السنة فقط. أيوه، إنما في وسط العام على حساب الشخصي.
وقسما بالله العظيم كنت انزل على نفقات الخاصه اعلاء للشعيره الاسلاميه. اصل ليه بقول الكلام ده وبقول ما نعمل زي مولانا؟ علشان انا خاطر عارف ان ساعات كده في ناس ايه مخها يزقزق فيتلكك يقول لك ما انا في الغربه. هو بيتلكك. طيب انا هستاذن هروح لفاصل عشان زمايلي عاملين يزنوا فاصل يا يوز. هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. بعد اذنكم استنونا. بارك. أهلا بحضراتكم مرة تانية ونجدد الترحيب جدا به مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. آخر سؤال قبل ما أختم، هل يجوز أن حد يوكل حد بداله في الزواج؟ في عقد الزواج نعم، الزواج إما بالأصالة يعني يزوج نفسه، وإما بالوكالة يوكل أحد، وإما بالولاية على المحجور عليه، فالثلاثة يجوزوا. طب هو ليه أصالة ووكالة وولاية؟ نعم. طيب إيه هي الاشتراطات في ده أو الظروف اللي تؤدي إيه؟ لا يعني مثلا ممكن إنسان كما في حلقتنا اليوم بيعمل في الخارج ووكل أباه أو أخاه أن يعقد على عروسة ثم ستسافر إليه، ممكن ماشي الحال يعني. ممكن يعني جائزة شرعا. شرعا وقانونا كمان. طب نعم. وقانونا تمام. طيب هو للأسف الوقت جري بينا، أنا مش عارف بارك ليه. الله فيك. لكن الأمر له من قبله ومن بعد، ربنا يخليك لنا مولانا. شكر الله لك، نورتنا وشرفتنا وأفدتنا كما جرت العادة. كل الشكر والله لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم بارك الله فيك أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. خلصت الحلقة لحد كده، بس في حاجة مهمة جدا بقى خدوا بالكم، في مشروع تنظيم الحج واللي أقره مجلس النواب. إحنا كنا النهاردة المفروض نكلم سيادة النائبة نورة علي رئيس لجنة السياحة والآثار، بس الوقت جري. أتمنى، لأنه سيادة النائبة مش بس زميلة عزيزة، صديقة عزيزة جدا 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 جدا، فإحنا عايزين إن شاء الله بكرة هنناقش الموضوع ده مع سيادة النائبة نورة علي رئيس اللجنة، لأنه ده موضوع مهم جدا جدا، فهنكمله بقى بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لحد كده أقول لكم سلامات، وفورا هتلاقوا كريم رمزي داخل وكورة بقى ورقم 10 واللازم منه سلامات.